مغامر عماني يختار أن يمضي حياته في الترحال بين البلدان المختلفة، مستغنياً عن وظيفته الهندسية التي استقال منها في سبيل تحقيق حلمه بالسفر. صالح الخنجري الشاب الاستثنائي المحب للمغامرات، يستطيع خلال 3 سنوات فقط زيارة 35 دولة في 7 رحلات مسافراً إليها بأقل المصاريف الممكنة. وحين تعترضه السبل يجني المال من تأدية الخدمات والمساعدة في الأعمال المتواضعة، وهذا ما يجعله يشعر بالمتعة الحقيقية للسفر.